ياسين حنوني إطار وطني. بعد نطلع على الانتقادات اللي طالت الإطار الوطني عبد السلام ودو من خلال دعمه للمرشح الجزائري. كنظن بأن عبد السلام ودو عنده فلسفة ديالو خاصة في الحب الوطن ديالو، لأنه دافع على الفريق الوطني لعدة سنوات. كنظن بأنه بين الحب ديالو للمغرب من خلال مساندته في جائحة كورونا للأطفال وللناس المحتاجين. كنظن بأنه هو اختيار كيبقى ليه هو، ولكن عنده فلسفة ديال الحب ديالو للوطن اللي ما كتبخلش عليه بمساهمة في الفريق الوطني، لأنه لعب في جميع الفئات ديال المنتخب الوطني وبين الحب للقميص الوطني من خلال مشاركته مع الفريق الوطني في جميع المسابقات. عنده الضجه اللي ماشي في محله اللي تارت على اللاعب اللي عطى الكره المغربيه، اللاعب اللي ضحى بالغالي والنفيس من اجل الكره المغربيه في الحقيقه، خصوصا في الحقبه ديال 2004، وحنا كلشي كيعرف الانجازات اللي دات والروح الوطنيه اللي كان كيلعب بها اللاعب طيط المشوار ديالو مع المنتخب الوطني. وبالنسبه لهذا كيبقى الترشيح ديال الجزائري والدعم ديال وادو، فهذا ما كيدلش على ان غياب الروح الوطني عند اللاعب عبد السلام وادو اللي كان كل احترام والتقدير. كيبقى هذا التوجه ديال اللاعب، كيبقى الفكر ديالو، كيبقى هذا ما عندوش علاقه بحب الوطن ولا بانتماء الوطن. فحتى واحد ما كيشكك في انتماء الحب ديال اللاعب عبد السلام وادو الوطن ديالو والغيره ديال الوطن ديالو، ولكن كتبقى هذه الانتخابات كتبقى مصالح، كتبقى بزاف ديال الامور. فهادشي اللي كنبغي نقول، وكنتمناو ما نعطيوش الحاجه اكثر من القيمه ديالها، وما نعطيوش الحدث اكثر من القيمه ديالو. المساله ديال وادو هي مساله وطنيه، وراه كيتسمى من الخوان اللي كانوا كيقولوا المقاومه راه خائن البلاد. هذا ملي كيقول لك غيساند واحد من الجزائر كيتسمى خائن، هو راه زعما رياضي وداز في فرق كبرى في فرنسا ولا في المغرب. انا الراي ديالي راه كيتسمى من الخونه ديال المغرب. هذا انا مش انتقش وادو على اساس ان كانت ملي كانت كورونا كانت البلاد واقفه عليه، دعمهم 100 مليون 100 طابلات، عاون المحتاجين، وقع خلاف بسيط مع مولودي شوجده، صافي ناض كلشي كينتقدو. انا حاليا انا معاه، دابا انا مع عبد السلام وادو. هذيك حريته، هو هذا كيدير اللي بغى، يرشح شكون ما بغى ويدير اللي بغى. احنا كنشوفوا شنو هو دار للبلاد، كما قلت لك عطى 100 مليون، عطى 100 طابليط، عاون البلاد. فالنطاق ديال انه يرشح هذا ولا يرشح هذا، هذيك حريته.